السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة دعم قرار لجنة أمن محلية شرق النيل والخاص بمنع قيام الفعالية التي دعا لها درع السودان والمقرر لها اليوم السبت بسوق حطاب بشرق النيل. وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بقيام أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين ولاية الخرطوم ويؤدي إلى خلل أمني. ووجهت اللجنة لجنة أمن شرق النيل باتخاذ تدابير كافية لتنفيذ قرارها، وفي حالة إصرار الطرف الذي دعا للفعالية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار. قال والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود إن السلام يمثل أولوية لهم، وأن حكومته تزعى جادة لمعالجة كافة بؤر الصراعات الأهلية بالولاية والعمل على إشاعة السلام وتحقيق المصالحات، مؤكدا تمديد حالة الطوارئ بجنوب كردفان لثلاثة أشهر أخرى لأجل الاستقرار الأمني والمحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم. جاء ذلك لدى تسلمه توصيات ورشة بناء القدرات في مجال بناء السلام والتعايش السلمي التي أقامها مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الدلنج بالتعاون مع المفوضية القومية للسلام. شارك المدير التنفيذي لمحلية الفاشر إسماعيل عمر حسين ومدير وحدة ريف الفاشر الإدارية عمر محمد أبكر ومدير الزكاب المحلية إبراهيم سليمان علي والمفوض العون الإنساني لمحلية الفاشر حسن أحمد، شاركوا أمس في النفير الشعبي الذي نظمه أهالي الريف الشمالي لإعادة بناء منازل مواطني قرية قبيشاب ألف التابعة لمجلس قرية جديد السيل التي قضى عليها الحريق الأسبوع قبل الماضي. وحي المدير التنفيذي أهالي الريف الشمالي وأبناء المنطقة بمدينة الفاشر لما أبدوه من تعاون وتكاتف من أجل إقامة هذا النفير الشعبي لتعويض المتضررين من الحريق، مشيرا إلى أن الجهود الشعبية لدعم المتضررين تعد أبرز القيم والموروثات التي ظل يتوارثها الأجيال في دارفور والسودان. دشن صالون الإبداع والتميز بأم درمان أمس جائزة الإمام الصادق المهدي للآداب والفنون بحضور عدد من رموز البلاد في الفن والأدب والسياسة، كما شرف التدشين الملحق الثقافي للسفارة السعودية. وقال عضو صالون الإبداع عبد العظيم صديق عبد الله إن الجائزة جاءت كمبادرة من اللجنة العليا لتخليد ذكرى الإمام الصادق المهدي، وأنها تعتبر امتدادا لجهود الإمام في خدمة الأدب والفن. وأضاف عبد العظيم إن الجائزة تتكون من 4 محاور هي المسرح والآداب والفن التشكيلي والموسيقى. رياضيا، رفع المريخ السوداني رصيده ل4 نقاط بعد الفوز الذي حققه عصر أمس بملعب الشهداء بأجدابيا الليبية على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف عن طريق ركلة جزاء لحساب الجولة الثالثة في دوري المجموعات من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. النتيجة وضعت المريخ في المركز الثاني خلف الترجي التونسي الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد في المركز الثالث ب3 نقاط، فيما يبقى الزمالك المصري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. وعلى صعيد الأزرق الدفة، عاد المحترف ليليبو مكابي نادي الهلال السوداني من ملعب جاروة الكاميرونية بانتصار ثمين أمس الجمعة بعد التفوق على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حول الهلال تأخره بهدف أمام القطن الكاميروني لفوز بهدفين مقابل هدف ليواصل انتصاراته في البطولة القارية بعد فوزه على الأهلي المصري في الجولة الثانية بهدف نظيف. ألف مبروك للقمة السودانية الهلال والمريخ ومزيدا من النجاحات في مجال كرة القدم. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.